بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. وياكم حسين سعد، واللي ان شاء الله من خلال هذا البرنامج اساعدكم ان تطور من قوتك البدنيه، كذلك تطور من مستواك كلاعب كروسفيت. يساعدك هذا التمرين او هذا التدريب زياده القوه البدنيه وزياده او مساعده في نزول الوزن ان شاء الله ونزول الدهون. تمريننا عباره عن بارت A بارت B. في بارت A دائما يكون عندنا تمرينات تقويات تزيد من قوتك البدنية وكذلك تزيد من نمو العضلي بالنسبة لك. تمريننا اليوم راح يكون عبارة عن جزئين، الجزء الأول اللي هو deadlift، والجزء الثاني راح يكون البنش أو الشولدر بريس. استكمالا للجدول اللي احنا ماشيين عليه كانت النسبة 60% 70% 80%، كل ما قلت النسبة كل ما زدنا التكرارات، كل ما زادت النسبة كل ما قللنا التكرارات. هذا البرنامج اللي احنا ماشيين فيه على مبدأ العالم سمولوف، واللي يساعدنا من خلال زيادة اللود اللي قاعد نزيده من خلال الحلقات ومن خلال التمرين انه هو يطورك ويطور قوتك بحيث انك تقدر ترفع اوزان اعلى في الايام او الاسابيع اللي بعدها. التمرين الأول راح يكون تمرين الديدليفت. تمرين الديدليفت بداية حاول أنك تكون قريب من البار، تقريبا القدم تكون مساوية إلى الكتف، نزولك بالحوض إلى أسفل، قضبتك البار ما تكون وايد واسعة، تكون تقريبا ملامسة للركبة، اصعد بصدرك، ادفع الأرض بريولك، اصعد بصدرك لغاية ما تسوي وقوف كامل. كتفك راح يحاول أنه يكون ما يكون قدام، ظهرك محني، كتفك يكون للخلف وصدرك إلى الأمام وظهرك مستقيم. فراح تسوي التمرين وتأدي بالطريقة هذه، راح تسخن أول شيء بار فاضي، بعدين ممكن تسخن 50%، 5 عدات، 6 عدات، 60%، 4 عدات، 70%، 3 عدات، 80%، 3 عدات، بعدين ندخل نسبتنا اليوم اللي هي 90%، 3 عدات، 95% عدتين، و 100% عدتين. راح يكون الوزن إن شاء الله سهل بالنسبة لك لأن احنا تدربنا عليه في الأسابيع السابقة، وعلشان راح نسوي تكرارين علشان إن شاء الله الأسبوع القادم راح تسوي رقم جديد تكرار واحد. فمثل ما قلنا التعليمات اللي مشينا عليها تسويهم بشكل جيد، صدرك الأعلى، ممكن تستخدم الحزام في الأوزان الثقيلة راح يساعدك أن كورك يكون أقوى تقدر تشيل الوزن. لنفرض أن هذا الوزن 90%، مثل ما قلنا صدرك فوق، ادفع الأرض بريولك، كتفك إلى الخلف، سكر لو على الكتف وصعد. في كل رفعة إذا ملاحظين أعدل جسمي، أعدل كتفي، أنزل الحوض تحت، بعدين أبدأ الرفعة اللي بعدها. حاول أنك لا تسويهم تاتش أند جو، خل كل وحدة حلوة بروحها وخلها يكون أدائك فيها جيد. بعد ما نخلص من الديد ليفت راح نلعب البوش بريس. أول شيء راح نستخدم الريج وراح نخلي الوزن على الريج. حاول أن الوزن يكون مستواه مناسب لجسمك، ما يكون وايد نازل، فممكن تنزل وترفعه ولا حتى عالي تصعد على مشط القدم، فممكن الأوزان الثقيلة يأذيك. ثاني شيء ناخذ مقاس ثابت أو نكون ماخذي البار من النص، ممكن أن احنا نستخدم هذه النقشة صبعك بحيث أنها تأخذ هذه المسافة. بعض اللاعبين يحب إذا لعب بوش بريس أنه يوسع إيده عشان المدى الحركي يكون أكثر. أنتوا شايفين إذا ألعب هذا المدى الحركي الكامل راح يكون أعلى، إيدي ممكن تكون قريبة من بعض. هذا يناسب الناس اللي عندهم مرونة جداً عالية في عضلة الكتف أو حتى الهيب شولدر موبيليتي. لكن كل ما كان الموبيليتي مالتك أقل، إذا وسعت إيدك راح يكون أفضل وأسهل بالنسبة لك والمدى الحركي راح يكون أقل. الملاحظة الثانية اللي بقولها إن بالبوش بريز حاول تستخدم ريولك. نشوف لاعبين ينزل بعدين يدفع الوزن، فحاول إنك لا، نزولك بعدين وإنت صاعد تدفع الوزن بحيث إن أكبر القوة اللي قاعد تستخدمها تكون طالعة من عضلة الفخذ، وأنتم شايفين عضلة الفخذ أو الريل دائما تكون أكبر من عضلة الكتف. فحاول أنا أدز الوزن فوق بعدين أكمل وأدفع إلى أعلى، أحاول أني ما أدفع الوزن قدام، فنزولي راح لازم يكون سيدة ما أنزل قدام عشان ما أدفع الوزن قدام فيكون بعيد عن مركز القوة. فراح نسخن بار فاضي 50% 60 70 لغاية ما نوصل حق 90%، راح تسويها 3 عدات، 95% 3 عدات، 100% عدتين. صدقني إذا استخدمت ريولك بشكل كافي راح يكون الوزن وايد أسهل وأفضل بالنسبة لك.
انتم شايفين، حتى لما استقبل الوزن لا تستقبله وانت واقف، ممكن ثقل الوزن 100%، ممكن لما ينزل عليك يأذيك، فحاول تمتص الوزن وتنزل معاه تحت. راح نسويه 90% ثلاث عدات، 95% عدتين، و 100% عدتين، وبكذي يكون خلصنا بارت A. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون عبارة عن تمرينين، 21 18 15 12، كل جولة راح نقلل ثلاث عدات. راح يكون عبارة عن بوش بريس، وراح استخدم وزن 75 لبي، 75 لبي، يعني راح احط 15 في كل جهة، وكل جولة راح ازيد 10 لبي، يعني 5 لبي. فراح ابدأ 15 مثلا، اللي بعدها راح تكون 20، اللي بعدها راح تكون 25، وهكذا، يعني كل جوله راح ازيد 5 لبي لكل طرف، يعني 10 لبي. يعني الجوله الاولى 75، الجوله الثانيه 85، الجوله الثالثه 95، وهكذا، لان التكرارات راح تقل ولكن الوزن قاعد يزيد. فراح يكون اول شيء بوش بريس، بعدين رور، 21 21، 18 18، 15 15، وهكذا إلى أن أصل إلى رقم 3، فرح يكون 3 في 3 كالوري. تمام؟ فخلونا نجهز الساعة. تايم كاب لازم يكون أقل من 25 دقيقة. جهز ساعتك، إن شاء الله راح تقدر تخلص التمرين بأقل، وخلونا نبدأ ونشوف. الجولة اللي بعدها راح أزيد 10 لبي، بعدين أسوي 18، بعدين 18 على الرور، بعدين 15 15، لغاية ما أوصل إلى 3 عدات. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة خلونا نأخذ معلومة صحية غذائية. فيتامين دال، نشوف أغلب اللاعبين أو أكثر الناس أو أكثر الشعوب في العالم، الفيتامين الوحيد أو من أكثر الفيتامينات اللي عندهم في نقص هو فيتامين دال. ليش عندنا نقص في فيتامين دال؟ مع أن احنا في دولة الكويت مثلاً أو دول الخليج نتعرض إلى الشمس بشكل جداً كبير، وشمسنا حارة وموجودة طول السنة. ممكن الدول الأوروبية، الدول الغربية دائماً عندهم غيم، الشتاء عندهم فترة طويلة، عندهم أمطار بشكل كبير، فما عندهم شمس عشان يأخذون فيتامين دال. أول شيء، علشان جسمنا يصنع فيتامين دال يحتاج ان احنا نتعرض الى الشمس بشكل يومي لمدة ما بين 10 الى 20 دقيقة، ولان شمسنا وايد حارة فاحنا نحاول ان احنا ما نتعرض لها، فنحاول ان احنا الوقت اللي يكون فيه شمس نتخشش عن الشمس، نكون بالسيارة، نكون مشغلين التكييف، او حتى اثناء البيت، فما نقدر نطلع تحت الشمس لان الشمس وايد حارة. فهذا اول شيء، ان احنا ما نقدر او ما نتعرض للشمس بشكل كبير يومياً، عشان كذي جسمنا ما يقدر يصنع فيتامين دال بشكل كافي. ثاني شيء، مصادر الأكل اللي تحتوي على فيتامين دال قليلة، مثلاً عندنا الكبدة، صفار البيض، والحليب المدعم فيتامين دال. أغلب الناس ما يأكلون هذه الأشياء أو ما يأخذونها بشكل كافي، فيصير عندهم نقص فيتامين دال. طبعاً فيتامين دال يعتبر من الفيتامينات المهمة للجسم، وحتى داخل جسمنا يشتغل كأنه هرمون أو مثل الهرمونات داخل الجسم، مهم لصحة الجسم، مهم لصحة العظام، مهم لصحة الأسنان، كذلك مهم في نزول الوزن، مهم للأداء الرياضي، مهم عشان ما تتكون دهون حوالين الخصر، كذلك مهم في عملية نزول الوزن. إذا كان عندك معدلات فيتامين دال قليلة فنزولك للوزن راح يكون أصعب. طيب،
الحين بعد ما شرحنا أهميته وشرحنا ليش إحنا ما عندنا كفايتنا من فيتامين دال، شلون نكمل فيتامين دال؟ طبعاً أول شيء إن إحنا ناكل الأكل اللي يحتوي على فيتامين دال، مثل ما قلنا الحليب المدعم فيتامين دال، الكبدة والبيض والأسماك الدهنية، هذا رقم واحد. ثاني شيء إذا كان عندنا نقص، إذا كان عندنا نقص ممكن إن إحنا ناخذ حبوب الحديد من المستوصف. الجرعة اللي الأشخاص اللي عندهم نقص تكون 50,000 لمدة من شهر إلى 3 شهور. زين، هل نستمر على هذه الجرعة؟ لا طبعاً، 50,000 ممكن تكون وايد ثقيلة على الكلى، فنحتاج إن إحنا ناخذها مثل ما قلنا حبة واحدة بالأسبوع من شهر إلى 3 شهور، بعدين ناخذ قياس مرة ثانية أو تحليل مرة ثانية لفيتامين دال ونقلل الجرعة. إيش كثر نحتاج من فيتامين دال باليوم؟ 400 وحدة دولية. فإذا كان عندك كمية فيتامين دال فيها نقص راح تاخذ 50,000 عشان تكمل. إذا كملت ركز على الأكل اللي يحتوي على فيتامين دال أو قلل الجرعة إلى 400 وحدة دولية. زين، بالنسبة حق الرياضيين ولاعبين الكروسفيت المنافسين اللي تمرينهم يكون قوي بالكروسفيت، يحتاج ياخذون تقريبا 1000 وحدة دولية يوميا أو يوم وترك، وهذا راح يكون الكمية المناسبة اللي ياخذونها يوميا. طبعا حبوب أو مكمل فيتامين دال ما ناخذها مدى الحياة، ناخذها فترة النقص، بعدين نحاول ان احنا نحسن اكلنا، نسوي تحليل كل 3 إلى 6 أشهر عشان نضمن ان ما يكون عندنا نقص مرة ثانية. أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة، أتمنى تمريننا عجبكم، تابعونا في حلقات قادمة وتمارين قوية بإذن الله.